هنتكلم عن التجديد بقى المسلمين يعني هل تفتكر انه في بعض طبعا الوكالات الانباء او بعض المصادر الاعلاميه قالت انه هيتم التجديد لموسماني قبل مباراه سان داونز هل عدم التجديد اثر عليه لا خالص هو جدد بس التوقيع يعني هو اصلا جدد بقاله اكتر من شهرين يعني موسماني مجدد ومتفق على كل التفاصيل حته التوقيع اللي هو يوقع بس على العقد هي اللي كانت مؤجله شويه لان جه كاس عالم الانديه جه بعد كده مباراه سان داونز جي بعد كده مباراه يعني في انشغال لكن هم كابتن الخطيب ومنسماني متفق على كل التفاصيل مجلس حتى... الاداره مقتنع بيه يعني. اه طبعا هو الاقتناع اكتر من كابتن محمود حتى مشكله العموله اللي هي بين الشركه بتاعته وما بين النادي الاهلي موسيماني نفسه حلها وشالها وقال لك مش عايز يعني الاهلي ما تفعش عموله دي مشكلته مع شركته فتنازل عن كل التفاصيل لانه هو طبيعي معترف انه مش هيلاقي فريق زي الاهلي فبالتالي التجديد ما اثرش عليه في اي حاجه بالعكس هو أدى مباريات بالنسبه له هو عمل فيها كل التفاصيل يعني مباراه سان داونز عمل فيها كل التفاصيل الجمهور نفسه ما كانش يتوقع اداء الاهلي بهذا الشكل قدام سان داونز مباراه فاركو طبعا رجعته تاني المباراه النهارده هترجعه اكتر وطبيعي المديرين الفنيين مش شرط ان انا حاسبهم على على الماتش يعني مش كل مباراة أبدأ أغير رأيي فيه يعني مم. هنا كويس مهمة. هنا بقى النقطة دي آه مم. يعني أدى كويس يبقى هايل والإعلام ال.. دايما الإعلام الرياضي بالذات حسب الرسالة اللي هو عايزها يعني. ممكن يبقى يطلع مدير فني السماء في ماتش وتاني ماتش يقول لا ده وحش مش عارف مع إنه كان لسه بيتكلم على الخطط وإبداعه